في إطار المحاكمة التي نحن بصدد القيام بها حاليا بصفتنا كدفاع للمتهم المعتقل من طرف النيابة العامة. اليوم توجهنا بطلب الصراح المؤقت للمتهم المعتقل نظرا لتوفر الضمانات القانونية والفعلية، فهو أستاذ يدرس بالمدرسة هذه مدة 20 سنة، ويتوفر على سكن قار داخل تابع لنفوذ هذه المحكمة. كذلك تقدمنا بضمانات مالية أننا مستعدين أديو الكفالة المالية التي تحددها المحكمة نظرا لتوفر هذا الضمانة في هذا الأستاذ، لأن المشرع أقر حق الصراح المؤقت عندما تتوفر ضمانات الحضور، لأن هذا الشخص ممكن أنه يتم إخلاء إطلاق سراحه، لكن ممكن ما يحضرش هنا الجلسة على الأساس، لأن المشرع أكد على أن خص توفر هذه الضمانات. وما دام هذا الأستاذ كتوفر في هذه الضمانات، حنا راه تقدمنا ليه بالطلبات ديال الصراح المؤقت، والمحكمة هي اللي كتقرر وهي الفيصل في هذا النزاع، على اعتبار أن لحد الآن ما كاينش حتى شي دليل اللي هو قوي كيدين هذا المتهم. حاليا كاين قرائن فقط، ما يمكنش حنا نعتبر واحد الطفل قاصر ونعتبره دليل مادي وقوي من اجل اعتقال واحد الشخص الو الادانه ديالو. هذه مجرد قرائن، وهي قرائن موضوعيه وقرائن فعليه. اثناء المناقشه ان شاء الله في جلسه المحاكمه غناقشوا هذه وسائل الاثبات، ونتمنى ان شاء الله يكون خير في هذا الملف هذا، وان الشخص يتمتع بالصراحه المؤقت او كذلك بالبراءه.